خسيب عليك. انا عملت ايه؟ راح نضحك على هذا الشخص. عملني فيها ود كمال اجسام. ها عملني ها شقه شقه. قلتوا لي يعرف كل الناس مو؟ حد هذا يعرفني. بما انه احنا اصلا ما دخلنا 1000 مشترك ف ما اعتقد انه راح يعرفني اصلا. فليتس جو خلينا نتغلب عليه. لا تنسونا من لايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك و ليتس جو. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية انثى؟ تقصد لك؟ لا. هل من أصول سعودية؟ لا. أسئلة أنفضح بيها لغاية الكعبة. المهم هل الشخصية مشهورة بسبب لعب؟ نعم. God of War أني المؤسسها أصلا. هل الشخصية ذات لونها بشرة؟ لا. هل الشخصية تضع مكياج بكثرة؟ ثواني. لا. هل كانت الشخصية شريرة وأصبحت طيبة؟ لا. هل الشخصية من الأردن؟ لا. هل الشخصية سورية؟ نو. هل الشخصية لعب ماينكرافت؟ مع الأسف ما أعرف ألعبها. لا. هل الشخصية مود؟ نعم. هل الشخصية في ليع؟ ملك اليوتيوب ليع. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ إيه. عند سيارة شبه هاركتر. لا. هل قام أحد شبه سوشان لي؟ هل الشخصية لحية سوداء؟ ما موجودة. هل الشخصية متزوجة؟ نيو. هل الشخصية لا مو تيمور. هل الشخصية تحترف بوبجي؟ نزلت مقطع عن واحد بوبجي من الممكن. ملك اليوتيوب؟ لا. هل لدى الشخصية أكثر من 1000 متابع على اليوتيوب؟ يا رب. لا. هل تعيش في تركيا؟ نعم. هل تحترف الشخصية الغناء والتمثيل؟ لا 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 لا. هل الشخصية من أصول روسية؟ أنا كنت بنعمل بوتين بس يلا. هل لدى الشخصية أكثر من 1000 متابع على اليوتيوب؟ لا. هل الشخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل الشخصية من أصل عراقي؟ نعم. لا ما نعرف ما أحترف أنا بس ما منزل مقاطع عليها Call of Duty. هل الشخصية مشهورة بسبب الحوسبة؟ لا. هل الشخصية في لعبة ببجي؟ لا. عرفني يا شباب. اللهم إذا كان هذا السحر فابطله. يا رب يا رب يا رب يا رب إذا كان هذا السحر فابطله. يا إلهي يا مولاي. لا مستحيل أنا قلت راح أفوز عليه. يوتيوبر عراقي نعم. ألعاب السابق تضمن 16 مرة باحثين عليه. من باحث عليه شباب؟ اللي باحث عليه يكتب لي بالتعليقات. وات 16 واحد باحث. بدينا دخول عالم الشهرة يا شباب. راح اسأل الشخصية ببالي مو يوتيوبر. الشخصية تعتبر شخصية تاريخية. حاولوا تتوقع الشخصية مثل راح احط لكم صورة بس ماكو صورة اصلا الا هو. بس راح احط لكم صورة هيجي علامة سؤال فبلكي يعني تحزروها معه. هل ترتدي الشخصية ملابس نسائية؟ نو. هل لدى الشخصية اكثر من 1000 متابع على يوتيوب؟ لا. هل الشخصية متزوجة ولديها أولاد؟ نعم. لا. هل الشخصية تفكر بها متوفية؟ نعم. هل الشخصية تقوم بالتدخين؟ لا. تخسي. هل الشخصية شيعية؟ لا. هل عاش الشخص في زمان النبي محمد؟ نعم. هل الشخصية نبي من أنبياء الله؟ نعم. هل الشخصية عدة زوجات؟ نعم. هل الشخصية مؤلف؟ تخسي عليك. انا عملت ايه؟ لا. هل شاركت الشخصية في مسلسل رومانسي عراقي؟ خرس. هل هاجرت الشخصية من مدينة
مكة المكرمة. نعم نعم صلوا عليه يا شباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه شباب صلوا. نعم طيب شباب، حاليا راح اسال عن شخصيه انمي انا احبها جدا، فهل نشوف راح يلقاها او لا؟ راح احط لكم صوره سوداء بس اعتقد انه راح تلقوها يعني من الشخصيه هاي. ليتس جو، خلينا نسال على الشخصيه. هل الشخصيه من اعضاء باور؟ لا، هو مو يوتيوبر اصلا. لا. هل الشخصيه متزوجه؟ لا. لا ما تعيش وياي. هل تلت الشخصية ملابس رجالية؟ نعم. هل الشخصية على ما؟ لا. هل هذا الشخصية أكثر من ماكو يوتيوب، مو يوتيوب لا تلح. هل الشخصية لا ينالك لا. مسلم الديانة؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية عبارة عن مارد أو جن؟ لا. هل الشخصية تعيش في الماء؟ لا. هل الشخصية خيالية؟ نعم. هل الشخصية مقاتلة؟ نعم. هل تضع الشخصية قناع أسود اللون؟ لا. هل تضع الشخصية قناع على الوجه؟ لا. هل الشخصية من عالم الأنمي الياباني؟ نعم. هل الشخصية شعر رأس الأسود اللون؟ لا. هل الشخصية شعر أصفر اللون؟ لا. قريب. هل الشخصية شريرة؟ لا. هل تستخدم الشخصية السيف بالقتال؟ نعم. هل الشخصية شعر رأس أبيض اللون؟ لا. هل لون شعر الشخصية أحمر؟ لا مو شانكس. هل الشخصية من أنمي هجوم العمالقة؟ نو. هل تظهر الشخصية على قناة سبيستون؟ من الممكن. رونوا زورو. يب. هو رون هازور. اوكي شباب، هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا من اللايك والاشتراك اذا ما كنت مشترك، حتى نوصل 1000 مشترك ونبدا نستخدم البلاي ستيشن 5 على الاقل شوي. ليش هيك ماركون حرامات؟ فوصلونا 1000 مشترك حتى نبدا ان نستخدم البلاي ستيشن. مقدم لعبة راغناروك انا وياكم وسبايدر مان وباقي الالعاب. فلايك وسلام.